مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناة ريو ويلنس، معكم دكتورة سهى الحداد. اليوم راح يكون فيديونا عن طريقة عمل المستخلصات في المنزل. راح أسوي نوعين، الكركديه والنيم. هذه الأعشاب مثل ما نشوفها قدامنا، عشبة الكركديه اللي هي الأحمر وعشبة النيم، طبعا لازم يكون مجفف. الكركديه له فوائد كثيرة للشعر وللبشرة، منها انه يقاوم التساقط، يقاوم الشيب والجفاف، وللبشرة انه يوحد لون البشرة وايضا يشد البشرة. بالنسبة للنيم ايضا له فوائد للشعر وللجسم، للشعر تخفيف الالتهاب والحكة الجلدية، تهيج الفروة، الوقاية من الإصابة بالقشرة، وايضا للبشرة تحفيز البشرة على انتاج الكولاجين وتخفيف حب الشباب. راح أخذ كمية صغيرة من كل نوع وأحطه في المكسر، راح أطحنه على قد ما أقدر، اللي هو الكركديه أو عشبة النيم. أنا راح أسوي اليوم طريقة الجليسرين، هو في أكثر من طريقة، إذا حابين الطريقة الثانية اللي هي الإيثانول ممكن تكتبوا لي في الكومنت. راح أبدي في عشبة النيم، راح أجيب جار صغيرة أو قرشة صغيرة، راح أخذ ملعقتين من بودرة عشبة النيم، أيضا طبعا بالنسبة للكركديه نفس الشيء، ملعقتين شاي. راح أبدي أضيف عليه 30 جرام ماي مقطر يكون دافي، طبعا راح أضيف للأثنين، 30 ماي مقطر للنيم و30 جرام ماي مقطر للكركديه. راح أخلطهم، أحاول أحركهم شوية، بعدين راح أضيف الجليسرين اللي هو 70 جرام، طبعا هو يعتبر بمثابة المادة الحافظة للمستخلص اللي أنا قاعد أسويه. راح أحرك شوية يعني ثواني إلى أن أضمن أن اختلط، وراح أسوي نفس الخطوات لعشبة النيم. راح أسكر هذه الجار يعني بحيث أنه ما يدخلها أي هواء، راح أحفظها في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 أسابيع. هذا كان بعد أسبوعين، هذا كان شكلهم. طبعا من المفضل أني أحرك يعني باليوم تقريبا مرة أو مرتين أخض القرشة. هذا كان شكلهم، رح ننطر بعد للأسبوع الثالث ونشوف النتيجة. هذا كان بعد 3 أسابيع، رح أبدي الحين أصفيهم، أحرك طبعا شوية أول وبعدين لمدة ثواني، وبعدين راح أبدي بالتصفية. طبعا عشان أصفيها أضمن إنه ما ينزل معي أي كتل، أنا عندي هذه مثل القطن أو اللي تصفي الفلتر اللي يصفي الدهن، ممكن خام قطن. راح أصب الخليط وأخليه ينزل صافي إلى تحت.
هذا راح يكون شكله بعد ما صفيته تماما. راح أحفظه في بطل أو قرشة عليها قطة، ممكن إذا المكان حار ممكن أحفظه بالثلاجة. طبعا راح يستخدم إذا عندي وصفة فيها مستخلص، راح يكون إضافته في مرحلة التبريد. طبعا راح أسوي أعيد نفس الخطوات لعشبة الكركديه. إذا عندي وصفة مقدارها 100 جرام، المستخلص أقدر أضيف من 4 إلى 10 جرام. هذا كان فيديونا اليوم، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون بالسبسكرايب واللايك. شوفونا في فيديوهات قادمة. مع السلامة.